اللغة الوحيدة اللي بتجمع الشعوب، ولأنه الفن هو بحد ذاته ثقافة ومن أهم الثقافات اللي بتحاكي حضارات المجتمع. تحت رعاية وزيرة الثقافة أقامت مديرية ثقافة مادبا بالتعاون مع الجامعة الألمانية وجمعية ألوان المعرض الفني التشكيلي الثاني. كاميرا برنامج يوم جديد تجولت في المعرض وعادت لكم بهذا التقرير، ابقوا معنا. نلاحظ اليوم مجموعة من الفنانين الأردنيين الموجودين جايين من أكثر من منطقة في الأردن، جمعوا في مكان واحد حتى نتيح فرصة إنه الطلاب والمجتمع المحلي يتعرف على الفنان الأردني ومنجزات الفنان الأردني، وأيضا بحدث هذا التواصل، وهي أيضا نقل يعني للخبرة، لأنه بالنهاية الثقافة هي جمال وهذا علم الجمال، ومحتاجين إن إحنا ننشر علم الجمال بين الناس. الجامعة الألمانية من الجامعات الرائدة في مجال خدمة المجتمع، تعرف أي جامعة بالدنيا لها ثلاث أدوار اللي هو التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وإحنا أنشأنا مكتب خاص لخدمة المجتمع بهذا الخصوص، وهذا المعرض إحنا نستضيفه للمرة الثانية، إن نشاطات كثيرة سواء مع المدارس مع البلديات مع هيئات المجتمع المحلي في محافظة مادبا وفي محافظة العاصمة. أنا بحب الرسم الفن من أنا صغيرة، مشاركتي بحب أشارك في كل معرض، بعدين في البيت أنا دائما ما بحبش إلا الثقافة والرسم والأشياء الفنية. هلا حبيت أنا أعمل إشي يكون شوي مختلف بتكنيكاتي الخاصة. هذا فوم اللي بستخدموه بالبيوت إذا في خزوق بين البواب بين الشبابيك، هيك إشي قلت بعمل منه فن، فاستخدمته بالطريقة هاي لحتى يكون بارز. استخدمت الأزاز إذا مشوف فن، أنا حاطة صور لحتى يكون واضح. هون الأزازات هدول اللي منحطهم للزينة كسرتهم ودخلتهم بالعمل، هاي ببين هون بيناتهم، والألوان اللي هي أكريليك هاي بالنسبة لأول واحدة، وكانت على الخشب مزنيت. الثانية عبارة عن الرش الدهان والمشحاف وجرايد، يعني أشياء مواد البناء. فن وثقافة لا يعني أنه رسم وحده، الصوت والغناء والموسيقى والتراث يعطي سمعة طيبة للعالم الخارجي، تلك هي رسالة بالفن. أنا شاركت ببورتريهات تحكي عن قصة معينة، كل لوحة تعكس جزء من الحزن المعاناة تعاني منها المرأة، سواء مرحلة الطفولة لمرحلة الشباب لمرحلة حتى لمرحلة الشيخوخة. يأتي هذا المعرض ضمن الخطة لدعم الفنانين لدعم المبدعين، معرض اشتمل على كافة الأطياف وكافة الألوان من فنانينا المبدعين.